بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال ابن كثير رحمه الله: قال داود الأودي عن الشعبي عن علقمة عن ابن مسعود: من أراد أن يقرأ صحيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هؤلاء الآيات: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله لعلكم تعقلون. ورواه الحاكم في مستدركه عن عبد الله بن خليفة قال سمعت ابن عم وقال الحاكم في مستدركه روى الحاكم في مستدركه عن عبد الله بن خليفة قال سمعت ابن عباس يقول: في الأنعام آيات محكمات هن أم الكتاب. ثم قرأ: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم الآيات. ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجوا. وحديث ابن مسعود رضي الله عنه حسنه الترمذي وفيه داود بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي ضعفه أحمد وابن معين وأبو داود لكن له يعني هذا الشاهد الآخر حديث ابن عباس الذي صحح إسناده الحاكم ووافقه الذهبي وإن كان فيه أيضا مقال. وروى الحاكم أيضا في مستدركه بسند فيه ضعف أيضا عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم يبايعني على ثلاث. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم حتى فرغ من الآيات، يعني الآيات الثلاث، فمن وفى فأجره على الله ومن انتقص منهن شيئا فأدركه الله به في الدنيا كانت عقوبته ومن أخر إلى الآخرة فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجه. وإنما اتفق على حديث الزهري عن أبي إدريس عن عبادة: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، هذا متفق على صحته. وقد روى سفيان بن حسين كلا الحديثين، فلا ينبغي أن ينسب إلى الوهم في أحد الحديثين إذا جمع بينهما، والله أعلم.
الحديث بطرقه، لا أقول بطرقه، بشواهده حديث حسن يدل على فضل هذه الآيات. ويعني تأمل ما تضمنته هذه الآيات، آيات الوصايا العشر، عشر وصايا في ثلاث آيات، وما كان المشركون يأمرون وينهون ويحللون ويحرمون. ترى جهلة العرب وترى سمو الإسلام، ترى كيف رفع الله عز وجل شأننا بهذا الدين العظيم في هذه الوصايا التي تستقيم بها الحياة. أولها النهي عن الشرك والأمر ببر الوالدين، خمس وصايا في الآية الأولى وأربع وصايا في الآية الثانية، ووصية خاتمة جامعة في الآية الثالثة. النهي عن الشرك في الآية الأولى، والأمر ببر الوالدين، والنهي عن قتل الأولاد، والنهي عن الفواحش، والنهي عن قتل النفس بغير حق. وفي الآية الثانية النهي عن أكل مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، و الأمر بإيفاء الكيل والميزان بالعدل، والأمر بالعدل في القول، ولو كان الأمر يتعلق بذي قربة، والأمر بالوفاء بالعهد، ثم الوصية الخاتمة العاشرة، وهي اتباع صراط الله والسبيل المستقيم الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، والتحذير من طرق الضلال والبدع والانحراف عن الصراط المستقيم. الوصايا العشر التي تضمنتها الكتب السابقة وخلصت لنا ولخصت لنا وجمعت لنا في هذه الوصايا العظيمة في هذه الثلاث الآيات. بعد بيان شبهات المشركين والرد عليهم فيما افتروه على الله من تحريم ما أحل لهم ومن تحليل ما حرم الله عليهم بجهلهم وضلالهم، بعد أن بين جهلهم وضلالهم، بين سبحانه وتعالى الحكمة البالغة التي بها ترتفع الأمة ويصلح شأنها، شأن الفرد وشأن الجماعة بفضله سبحانه وتعالى. يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أتى بهذا القرآن من قبل مجتمعه أو من قبل نفسه أو من قبل غيره، لم يأته إلا من عند الله عز وجل. قال ابن كثير: أما تفسيرها فيقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله وقتلوا أولادهم وكل ذلك فعلوه بآرائهم وتسويل الشيطان لهم، قل لهم تعالوا أي هلموا وأقبلوا أتل ما حرم الله عليكم، أي أقص عليكم وأخبركم بما حرم ربكم عليكم حقا، لا تخرصا ولا ظنا بل وحيا منه وأمرا وأمرا من عنده، ألا تشركوا به شيئا. وكأن في الكلام محذوفا دل عليه السياق تقديره: وأوصاكم ألا تشركوا به شيئا، لأن المحرم هو الشرك وليس ألا تشركوا، فالكلام مفهوم قطعا، فتقديره يعني يقدر محذوف معناه أو معناه وأوصاكم ألا تشركوا به شيئا. يعني الجملة الأولى اكتملت: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، بدلا من ما حرمتموه أنتم عن أنفسكم. ستعرفون هذه المحرمات من هذه الوصايا العشر، ما يخالف الأمر يكون محرما، وما نهاكم عنه فهو المحرم. إذا هذه الوصايا تضمنت الأمر بالواجبات والنهي عن المحرمات، وما خالف الواجبات فهو من المحرمات.
قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم تعرفونه من هذه الوصايا أوصاكم أن لا تشركوا به شيئا. إذن الشرك هو المحرم. والوالدين إحسانا أوصاكم بالوالدين إحسانا إذن المحرم هو عقوق الوالدين. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق إذن محرم قتل الأولاد نحن نرزقكم وإياهم. ولا تقربوا الفواحش إذن المحرم هو الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله المحرم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن أكل مال اليتيم بالباطل بالحرام. أوفوا الكيل والميزان بالقسط إذن المحرم هو تطفيف الكيل والميزان وعدم العدل فيهما الظلم في الكيل والميزان. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى إذن الظلم من أجل القرابة أو المال أو نحو ذلك الظلم في الكلام والقول. بعهد الله أوفوا إذن المحرم هو نقض العهد وعدم الوفاء به. ولا تتبعوا السبل اتباع سبل الضلال هي المحرم في قوله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. يقول ولهذا يقول تقديره أوصاكم ألا تشركوا به شيئا ولهذا قال في آخر الآية ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وكما قال الشاعر حج وأوصى لزليمة أن أعبد أن لا ترى ولا تكلم أحدا ولا يزل شرابها موردا. فتقول العرب أمرتك ألا تقوم ويقول نهيتك أن تقوم ويقول أمرتك ألا تقوم. تستعمل الأمر والنهي إيه؟ مكان بعضهما البعض إذا كان الكلام مفهوما وهو أمر معلوم. يعني كلما أمر به فقد نهي عن ضده كل ما نهي عنه فقد أمر بضده. في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فبشرني أنه من مات لا يشرك بالله شيئا من أمتك دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر قال وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر. وفي بعض الروايات أن قائل ذلك إنما هو أبو ذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه عليه الصلاة والسلام قال في الثالثة وإن راغم أنف أبي ذر وإن راغم أنف أبي ذر. فكان أبو ذر يقول بعد تمام الحديث وإن راغم أنف أبي ذر لأنه كأنه لا يعجبه ذلك أو كان متعجبا منه يعني فرغما عنه كذلك الأمر وإن زنى وإن سرق. وليس معنى هذا أن يتجرأ الناس على المحرمات ولكن المقصود أنه إن مات موحدا بالله فهو سيدخل الجنة يوم من الدهر أصابه قبل هذا اليوم ما أصابه إن كان حسناته أكثر من سيئاته ولو واحدة دخل الجنة غير أن يعذب في النار وإن كانت السيئات أكثر فهو يستحق العقوبة وهو في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وإن استوت الحسنات والسيئات فهو محبوس على الأعراف مدة ثم مآله إلى رحمة الله عز وجل. الذين دخلوا النار لا بد أن يخرجوا منها طالما ماتوا على التوحيد. يقوله إن كانت دي توضع في الحسنات والسيئات عنده حسنات أكثر من تقاوم تخلي كبيرة الزنا دي هي أكثر منها حسنات أكثر رجعت كفة الحسنات يبقى نجا عند الله لأول وهلة. وإن كانت هذه الكبيرة أكثر من حسناته قد تحبط الحسنات
في حديث إن هو العابد الذي عبد الله 60 سنة ثم جاءته امرأة فجعل يكلمها حتى وقع بها فغشي عليه، ثم إنه نزل فاغتسل كان عنده رغيفان، فجاءه مسكين فأشار إليه أن خذ الرغيفان ثم مات، فوزنت عبادة 60 سنة بالزنية فرجحت الزنية، ثم وضع الرغيفان فرجح الرغيفان فغفر له. هذا من الأخبار الإسرائيلية التي يعني يستأنس بها، وبعض العلماء حسن الإسناد فيها، الله أعلم يعني أنها تكون مرفوعة لكن هي موقوفة. حتى ولو لم يتب، لو تاب الله عز وجل عليه، لكن لو ما تبش يبقى في الموازنات في الحسنات والسيئات، وممكن يكون كثر الحسنات حتى زي لو مات شهيدا، لو انه فعل جاهد في سبيل الله، له عز وجل الله عز وجل يفعل ما يشاء، ومن كانت حسناته اكثر ما استحق دخول النار، استحق العقوبه، لكن هو فين؟ في المشيئه، يمكن ان يغفر الله له، يمكن ان يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم او الرسل، يمكن ان يكون هناك شيء عمله يعني يغفر الله عز وجل له به، او اصابته مصيبه الام كفرت عنه سيئاته، شدة وفقر ونحو ذلك، مرض، إن دخل النار هذا النوع الذي استحق دخول النار لا يخلد فيها بهذه الأحاديث. الله أعلم. صحيح، لا بس هو اللي استوت حسناته وسيئاته مش هيدخل النار أصلا، اللي استوت الحسنات والسيئات لا يستحق أن يدخل النار، ولكنه لا يستحق أن يدخل الجنة، فسيحبس مدة، وهو من الأولى مآله إلى إيه؟ إلى الجنة، اللي هم أصحاب الأعراف على الراجح. في بعض المسانيد والسنن عن أبي ذر حديث حسن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني فإني أغفر لك على ما كان منك ولا أبالي، ولو أتيتني بقراب الأرض خطايا، ولو أتيتني بقراب الأرض خطيئة أتيتك بقرابها مغفرة ما لم تشرك بي شيئا، وإن أخطأت حتى تبلغ خطاياك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، اللهم اغفر لنا. حديث عظيم القدر، وهو له شاهد عن أنس. عند أحمد والبخاري، وله طريق أخرى عند الترمذي، وشاهد من حديث ابن عباس. وله شاهد من حديث أبي أيوب وأبي هريرة عند مسلم. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، أو فإني أغفر لك على ما كان منك ولا أبالي، ليس ثقيلا على الله، ليس لا يؤوده مغفرة الذنوب مهما بلغت الذنوب. الدعاء والرجاء فهو سلاح المؤمن. لو أتيتني بقراب الأرض خطيئة، خير عن أحد يأتي بملء الأرض خطايا، يعني كل بقعة في الأرض يخطئ فيها، بل ظاهر الحديث قرابها يعني ملأها، يعني مش الأرض سطحها بس، ده يكون جواها كمان ملؤها خطايا. ثم أتيتك بقرابها مغفرة ما لم تشرك بي شيئا، لو أتيتني بقراب الأرض خطيئة ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا لمن كمل توحيده ثم مات فإنه يغفر له ما قد مضى، وهذا يقتضي التوبة مما قد سلف منه لكمال التوحيد. الله أعلم. وإن أخطأت حتى تملو خطاياك عنان السماء، لو تخيلنا الذنوب أجساماً
ووضعت فوق بعضها حتى وصلت إلى السحاب، ثم استغفر الله غفر له. الله عز وجل أكرم أكرم، نسأل الله أن يرحمنا وأن يغفر لنا وأن يرزقنا التوحيد وأن يتوفنا مسلمين وأن يوفقنا بالصالحين. قال: ولهذا شاهد في القرآن، قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. والآيات والأحاديث في هذا كثيرة جدا. روى ابن مردويه من حديث عبادة وأبي الدرداء قال: لا تشركوا بالله شيئا، وإن قطعتم أو صلبتم أو حرقتم. فيه ضعف، ولو صح فهو لا يعني إلغاء رخصة الإكراه، لأن الله قال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولكن معناه: لا تشركوا بالله شيئا في باطنكم ولو حدث لكم ما حدث. فربما لم يقبلوا من الإنسان أحيانا أن يتكلم بما يريدون، بل إذا عرفوا أنه مؤمن ولم يشرك بالله عذبوه وقطعوه وصلبوه وحرقوه ولم يقبلوا. أعداء الإسلام عندهم من القسوة أحيانا ما لو وافقهم لما استجابوا له، ما حدث في الأندلس ومن يهود، مع أن الناس كانوا قد أجابوا إلى ما طلب منهم، ومع ذلك والله ما تركوهم وأبادوهم إبادة. فالأمر متعلق بالقلب، أعني أن أحيانا قد يطلب من الإنسان ذلك، وأحيانا يعذب من أجل أنه مؤمن، فلا يمكن أن يشرك بالله في باطنه مهما حدث له. وروى ابن أبي حاتم عن عبادة بن الصامت قال: أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع خصال: ألا تشركوا بالله شيئا، وإن حرقتم وقطعتم وصلبتم. يعني لا يترك الدين أبدا، لابد أن يظل قلبه مطمئنا بالإيمان، والإكراه لا يصلح عذرا إذا فسد الباطن وإذا لم يكن القلب مطمئنا بالإيمان من أجل الفتنة. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.